قبل الأسابيع الماضية أعلن المركز الوطني عن شروع العمل في موضوع اللي هو صحة الصدور، وكان هناك راح يسوون أنه راح يكون أكو موقع إلكتروني وراح ينعطى من خلاله QR، وبعدين يتم مراجعة الجهة من خلال هذا الQR. تمام. شون صار ووين وصل؟ هو حقيقة العمل بدأ بالمشروع من أو انطلق المشروع لفترة تجريبية لإثبات يعني نجاحها في شهر 11 من العام 2021. بدأ العمل بدوائر محدودة مثل الطب العدلي مع المحاكم في موضوع صحة صدور شهادات قيد المتوفين، ومن ثم انطلق العمل أيضا بعدها بدوائر التسجيل العقاري والضريبة في معاملات بيع وشراء العقارات للمواطنين. نجاح المشروع في هذه الدوائر واستحصال موافقة دولة رئيس الوزراء للعمل بالمشروع والتوسع به، فانطلق المشروع بتاريخ 24/5/2022. اليوم احنا في سنة 23 شهر التاسع عندنا 74 جهة على مستوى وزارة وهيئة ومحافظة تعمل، يعني كل الوزارات وكل المحافظات، مقرات الوزارات ومقرات المحافظات اليوم تعمل على النظام بشكل تام. يعني ماكو بعد لا تطلب صحة صدور ولا تصدر وثيقة صحة صدور ورقية، أصبح اليوم العمل إلكتروني. كل مواطن عنده معاملة ينطلب عليها صحة صدور يتم رفعها بالنظام وتوليد وثيقة منفصلة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة اللي هو الكيو آر. نعم. اللي هو عن طريقه ممكن انه اني اقرأ الوثيقة واوصل الى يعني اكو مكان معين يروح يتم، يعني كيف في الدوائر الخدمية طبعا في كل دائرة خدمية. على سبيل المثال انا اليوم اروح اراجع التسجيل العقاري او الضرائب. نعم. او كتاب العدول، فعندي معاملة بالأخير أخير شيء آخر محطة يعني يتم يعني أستلم بها المعاملة الورقية. نعم. أستلم وياها الوثيقة رمز الاستجابة السريعة. سابقا كانت المعاملات إحنا قاعد نشوف نموذج من الباركود اللي أنت ذكرته. نعم. هذا النموذج اللي أمام حضراتكم هو هذا النموذج الذي ولد من النظام الإلكتروني. نعم. هاي الوثيقة تمنح للمواطن. سابقا كانت المعاملات تروح بيد المعتمد، اليوم بيد المواطن، لأنه صار أكو تدقيق ومصداقية. المواطن راح يحمل المعاملة مالته وتدقق إلكترونيا تطابق المعاملة الورقية مع المعاملة الإلكترونية، فهنا ما راح يمكن التلاعب بالوثيقة ولا يمكن تزويرها ولا يمكن الحدوث أي أشياء ممكن أن تأثر. ممتاز. على المواطن.